لا تحكي لا استاذ والله لا. لا 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 لحظه لحظه برجع بحكي شو بك برجع بحكيك برجع بحكيك باي باي شو بك لحظه شو صار معك مشوب بردان تعبان رشفان شو صار لك جلس شوي شو صاير معك شو هاي لك خبرني احكي مزعوج مضايق طلع فيي هون شو صاير معك لك شو هاي هيك يا خيي قل لي شو بك شو صاير معك مشوب هيك داون اب يمين شمال لك يا خي احكي احكي بقى بقى طلع لشوف شو هاي بحصة من وين طلعت هاي افتح لها شو خليك لحظة لحظة هاي أداة الجريمة كيف كانت أنا بعت على المختبر بقى لشوف بعد بيطلع بعد بق 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 لجاف لأن عم نعمر بيت بركي عايزنا شوية بحث بق شي منيح لهيئته نوعية كويسة بق لشو بق شي لعب ضحك بق بق أيوة ما بيطلع ما برا كل يوم وحدة طيب خلينا نمشي نريحك بكرة من بق وحدة إيه حبيبي يلا الضرة مرة حتى لو كانت جرة من ورا هيدا المثل أكيد في قصة وقصة مش عادية كرمال نعرف يلا نسأل مرحبا يا أحلى يعطيك العافية شو ما شاء الله ما شاء الله تسلم حامل؟ إيه والله تسلم أي شهر؟ سبعة سبعة إن شاء الله على سلامة الله يسلمك صبي أو بنت؟ صبي صبي شو بدنا نسمي؟ علي يا رب يربى باسمه تسلم الله خليك بيقول المثل الدرة مرة لو كانت جرة طبعا هذا مثل سوري حلبي مثل سوري حلبي أوف طبعا طب وشو معناته؟ معناته مرة وزامي متجوزين مرة زلمة متجوزين ما عندهم أولاد أوكي أوكي والمرة بتقول للزلمة روح تجوز يا جوز مشان يجيك أولاد أيوة بقلك إذا مرة تجوز ما يصير مشكلة بينك وبينه بتقول روح تجوز ما راح يصير شيء بيروح بيفكر بعقله بحط جرة بلبسة ببركة فوق الطابق وهي تحت أوكي بتروح كل يوم بتقول لجوزها هاي المرة بثبتني بهدرتني جدتني شعري بورجيها بتورجيه كتير احداث بس انه هو كله كذب هي ما في شيء هي جرة هي جرة الله شفت شلون بقول المثل الضرة مرة لو كانت جرة هاي هذا المثل والله شو حلو هالمثل طبعا وانتو موجود بالتاريخ عندكم يعني طبعا هذا المثل حلبي اكيد في عنا امثال كتير حلب ان شاء الله بحياتك ما بتشوفي لا ضرة ولا المرة لا مرة ولا جرة ايوه هاي هي وعلى سلامة الله يسلمك ان شاء الله بنجي وبنجيب شوكولا ان شاء الله يا امير رب العالمين انتوا اهلا وسهلا ما بدنا شيء تسلم شكرا اكيد الضرة مرة حدا واحد بيريد جوزها بيروح يتجوز عليها ويتركها عشان هيك المثل بيقولوا لك الضرة مرة لو مرة. كانت جرة اي معلوم بس شو قصة يعني الجرة؟ الجرة ايه لانه الجرة الصحيحة اذا كانت الضرة مرة الضرة بدها تكسر الجرة الضرة بدها تكسر الجرة ايه اكيد اكيد عشان ما يصير وفق لا ليس كرمال ما يصير وفق ايه لك حتى يرجع لجوزة هيدا اصله وفصله يعني بسم الله عليك عوافي الله معكم الله معكم جمع على خير جمع على خير يا خي بقولوا الضرة مرة لو كانت جرة شو أصلها وفصلها شو معناتها سامعين فيها سامعين فيها فسروا لي اياها فيها بس شو تفسيرها بدنا نفسرها
دورها يعني مين معاك؟ زوجتي. الله يخليها. عايزه حاجات للبيت؟ طبعا. كل يوم كده؟ اكيد اكيد. ان شاء الله مش كتار الحاجات. ربنا يهديك. كل سنه وانتم طيبين. الله يخليها. سلام. السلام عليكم. ان شاء الله وبركاته. الدره مره حتى لو كانت جره. ايه اصله وفصله؟ فصله زي يعني انت لو متجوز ومعاك واحده جاره. جارتك يعني وعايز تتجوزها تبقى دره على مراتك هتبقى مره برضو. هتبقى مره برضو. ممكن تفسرهولي؟ في الجره اللي في الكوكب ولا في الجره اللي جوه؟ سأل الجره اللي في الكوكب. لا الجره الجره. دره الضروره يعني اللي هي الضرر ولا الدره مره؟ دره مره. افتكر شويه عن مين بيقولوا دره؟ ها؟ صبار؟ الدرة مرة حتى لو الدرة اللي هي الزوجة الثانية. الزوجة الثانية اوكي. الدرة مرة حتى لو كانت جرة. وإيه دخل الجرة؟ الجرة دي ما أعرفش هل لو كررت الموضوع تاني هيبقى مر برضو؟ يعني ولا الجرة ولا الجرة دي اللي هي الجرة بس؟ الجرة وردي وردي ولدي ولدي. اللغة العربية لازم ما في كلمات كتيرة ليها صحيح صحيح تقبل التحويل في الكلام. جرة ولا هتتكرر ولا تجر رجلك تاني؟ الموضوع ده يجر رجلك تاني. كل والله موضوع واسع يعني. واسع. ممكن تجر رجلك مش ليك أربعة؟ مش الواحد ليه أربعة؟ شو؟ عشان يعني بتضايق جوزها. بتضايق جوزها؟ بتضايق. لا بتضايق ضرتها تاني. بتضايق ضرتها تاني حتى لو كانت جرة. حتى لو كانت جارة. حتى لو كانت كويسة يعني. جارة. حتى لو كانت كويسة. حتى لو كانت كويسة ممكن تضايقها. سندوتشات ايه بتعمل؟ بيض وجبنة بيضة وجبنة رومي وقلوبيف ولانشو وتونة وقشطة بالمربى. ولمستك بالسندوتش رائعة. ها؟ الله يخليك. تزوج واحد. الحمد لله. بتفكر شيء ولا؟ لا. كده كويس. ربنا يخليك. عشان يعني بيصير في اكتر من حدا يتصل بيك عشان الحاجات. خلينا على زوجه واحده. الحمد لله. متشكر. ربنا يبارك لنا فيهم. الله يخليك. تشتغلي مهندس ما شاء الله. مهندس حياتك بشكل كويس يعني. الحمد لله. اي ماشي الحمد لله. يلا الحمد لله. نعمه من ربنا. نعمة. يلا كل سنه وانت طيب. حضركم زوجين؟ نعم. في ضرر شيء؟ لا مش انا ضرر ولا ضرر لسه بعد ولا ضرر. وحده كافيه؟ وحده كافيه بس على الرخص هلا يمكن نزيد. اذا بتسمعك المدام. صحن. معقول يكون له اسم تاني؟ وشو اصله وفصله؟ خلينا نسال ونشوف. مرحبا. الله معك. بدي اسالك الصحن. جنطاس يعني قصدك؟ شو اسمه؟ جنطاس. تعال ما بزحلفش شيء اسمه صحن.
جنطاز؟ جنطاز هو اللي بيجي الصحن الهاي، عرفت شو بيجي بالاول هاي. مرحب. هلا تحياتي. اسمح لي بدقيقتين؟ تفضل. يومين؟ قد ما بدك. ساعتين؟ قد ما بدك خذ، انا الك. الله يسلمك. الصحن شو له اسم ثاني؟ إيه كشنية. كشنية؟ يس. حضرتك من وين ليه؟ من فلسطين. فلسطين، يا اهلا وسهلا فيك. كشنية؟ كشنية. ميرسي حبيبي، ميرسي. ميرسي. لزقت ايدي. يي؟ لزقت. اسحبيها. لزقت ايدنا يا جماعة. يلا علوسة. يا مرحب. مرحب. كيف الصحة؟ شو هالقعدة اللطيفة الحلوة؟ وجودة يا حبيب قلبي، حل ايامكم. الصحن شو له اسم تاني؟ ستية. ستية. ستية؟ ايوه. ستية. 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 عندكم بالبيت صحن؟ اكيد. شو بنقول له غير صحن؟ ما له غير اسم. ما له غير اسم؟ صحن. صحفة. صحفة؟ صحيفة. لحظة، بدك تفسر لي. صحفة أو صحيفة؟ صحفة وصحيفة. اللغة العربية هاي؟ اللغة العربية. صحن اسمه معون. الصحن اسمه معون؟ حسب وين؟ هاي لهجة عراقية. خضة. شو هيدا؟ خضة، هيدا القدر بيقولوا له خضة كمان. خضة؟ ايه، بيخضوا فيه سمن. مرحبا، يعطيكم العافية. كيفكم؟ كيف الصحة؟ شو هالعائلة الحلوة؟ تعي صغيرة لعندي، تعي تعي تعي. مين هالأمورة؟ تفضلي تفضلي. ما شاء الله ما شاء الله. وهول شو هول؟ شيء حلو كثير. موضة ها؟ في أخذها لبنتي؟ أكيد. شو ملزقة هاي؟ ملزقينه؟ صحن الاكل، سكبه، طبق، هيك شغلات. مثلا بمصر طبق، حوران منسف، او اذا كان كبير شوي هو مناسف معروفه. اي نعم. صحن احنا بالعراقي نقول له معون. معون؟ ايه. طبق. 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 عندكم كم طبق بالبيت؟ طبق. اوه ها، كثير كثير. مين طبق تبع اكبر؟ انت صغير يمكن. طبق صغير ما هيك؟ وانت الاكبر؟ معون. معون هيدي حسب اي لهجه؟ معون عربي، يعني نحن نقول له معون او صحن. حضرتك من وين؟ من عربي، من الموصل. من الموصل. وهي قاعده عوافه. عوافه. كيف وين كنت لافه؟ وين كنت لافه؟ تحت الحفيفه. تحت الحفيفه. كيف عم تجيبهم؟ عم جيب اكل كنافه. اكل كنافه. بعد بيطلع جوادي على الفاء؟ على السخيفة. على السخيفة بيطلع؟ ايه بيطلع على السخيفة. لا لغة السيارة؟ نعم. شو يعني الصحن؟ الصحن صحن؟ الصحن بيقولوا له ستية. بيقولوا له ستية. ايه هي من زمان. ايه. وكانوا بيقولوا لكن. لكن ايه يعني هذا اللي بيتحموا فيه كانوا أجدادنا. هذا الكبير اسمه لكن. هلا نحن بنقول له طشط هلا ما هي؟ طشط وغرقت وما فشت. شو هيدا؟ طشط غرقت وما فشت. ايوه. هلا كل ما قال لك كلمة بتعرف كل كلمة بنص زلمة. كل كلمة بنص زلمة. ايه. لكن هلا وهيدا حلمة. وهيدا حلمة. ايه. رح اسكت انا لان كل كلمة عم بتلاقي لي قصة. لا لا تفضل. قل لي قصة وبنصها. قصة؟ ايه. بدك تعطيني حصة. صحن شو له اسم تاني؟ ستية. ستية؟ ايه. شو الاصل الكلمة ستية؟ هيك نحن نعرفها كلنا. هيك بنعرفها. ستية اصلا شو؟ تركي. تركي. اصلا تركي. تركي ستية. We are asking about the dish. Dish. Plate. Plate. The plate. Yes. In Turkey. Yes. Turkey. What the name of the plate? طبق. 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 Yes. Portion. Portion. بس هلا اكثر شيء شو بيستعملوا؟ ستية. بيستعملوها بالبيت؟ بيستعملوها بالبيت. إيه. والله. ايه. كويس. والله هي بترجع للعصور القديمة، انه شيء من زمان يعني، يمكن انا بعرفوش، يمكن بي بيعرفوش، يمكن جدي بيعرفوا على اكيد. اتنقلت القصص. اتنقلت القصص وتصنع عنا هاي. كشنية. كلمة من زمان بنستعملها.
أصلا ما بعرف يعني. يعني وصلتكم؟ أي نعم. عبر اللي يمكن الأجداد. أكيد أكيد. كشنية. اليوم إحنا ما بنستعملها بس بيستعملوها الكبار بالعمر. وصلك بيوم تاني؟ إيه عم بتشجعتينا. بدك شوية طقنينة؟ بدك شوية طقنينة. ما بدكن تشربوا كابوتشينو وكافيه ونسكافيه. بروح على إجرية أو بالسيارة؟ لا بالسيارة بالطيارة مطرح ما بدك يرحم جدك. شو هاي 20 دولار؟ ايه بقضمة. لا 10,000 بقلبي. اه بقلبي 10,000 كمان؟ ايه والله مني. بورسيون؟ طبق ليتيس طبق تركي طبق طبق بس طبق اتس ارابيك وورد طبق. يس. اه ان تركي اولسو طبق؟ طبق اولسو طبق يس. بدنا رضاك خلينا بس نضيفك شيء تيشيرت هيك شيء للمدام. يلا. يلا هيك شيء. تحب؟ هيك شيء. مش مشكلة. هيك منيحة. وهيك كمان. وهيك. ايه اوكي. لك بشيل المحل. تاخدني معك كمان فرد مرة. شكرا. وصينا. الله يخليك ويخلينا. انا ماشي. ماشي؟ البس الدشديشة. عايز مني شيء. حصل ومشي. بخاطرك. وانا عبكرة نوترك. باي. بعد ما شبعت منك والله. بق البحصة. في شي خليه يبق البحصة. بس ليه بقى وليه منقول بق البحصة؟ يلا نسأل. الله معكم. اهلا اهلا اهلا. شو هالقعدة الحلوة؟ شو هالبرودات؟ اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك بصيدا. الله يسلمك. بيقولوا بق البحصة. بق البحصة. أي. شو أصله وفصله؟ معناته في شيء بقلبك بق ولا شو مخليه؟ بق يعني إيه. شو قولوا؟ قولوا إيه. قولوا. إنه ما تخلي شيء جوا؟ إيه. خلي شيء جوا. بدي بق البحصة. بدي بق البحصة. بدي بق البحصة بقوله. بدي بق البحصة. شو بدي. شو قصته؟ اللي بدي أحكي اللي بينحكي واللي ما بينحكي. اللي بيحكي واللي ما بي. لا الكلام اللي مش منيح بدي أحكي بدي بق البحصة بدي أقول ما في داخلي يعني. شو أصله وفصله؟ يعني بق البحصة ده بحكي كل شيء بدها تخبي شيء. هي البحصة وقت بكون واحد يعني بكون مخبي معلومات جوا جواته ايه وكاتم عليها. نعم. بضل كاتم 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 بشو اللي بيسألوه ما بيجاوب بيسألوه ما بيجاوب اخي بقولوا خي بق البحصة يعني طلع اللي عندك. انا قد ما بيجاي بجربته بق البحصة. بق البحصة وخلصنا. في شيء جوا انت عندك زعجك؟ لا في شيء. الله سلامتكم. جواتك شيء بحصة؟ لا انا الحمد لله ما في جواتي شيء. باقيهم كلهم؟ كلهم باقيهم ما بيعرفوش الشباب كلياتهم. يعني هذه بيقولوها العامة انه كوامن عندن كلام. نعم. لا مش رغبانين يقولوا. نعم. بلحظة من اللحظات بيقولوا. خليك اتصال من حدا بده اياك تبق البحصة. هذا الحج الوادي ما رد عليها رد عليها. طب شو اصل القصة او اصل هالمثل؟ بق البحصة في رجل دين. نعم. رايح من قرية لقرية رايح قاصد الصلاة يعني ومعه مساعده. المساعد طبعا رجل الدين معه عادة بسب وبيحكي كلام بذيء. بيشتم يعني. بيشتم وبيحكي كلام بذيء. فقال له بدي اتخلص من العادة عمل لي طريقة لرجل الدين. نعم. قال له لحط لك بحصة تحت لسانك. أوه. كل ما جيت بدك تسب او تبهدل او كذا تتذكر البحصة بتبطل. آه. مش الحال حط له البحصة مش الحال. هو رايح على الطريق جاي مرة بتربي دجاج
عند الدجاجه بسموها قرقه، قرقه بتقعد على البيض، على البيض بيطلع الصيصون الصوص. ايوه بتضل قاعده على البيضات لا يحموا البيضات لا يفقصوا، قامت عن البيضات القرقه. جاي لعند شافته بطريقه، جاي لعند رجل الدين لحتى لا يطلع يقرا له للقرقه لترجع يرقيها يعني لحتى لا ترجع على البيضات لا يفقصها. هلا مش فاضي مش قادر، ما كانش تسكت دلت تلجلج لحتى لا يطلع يرقي لها اياها، كان شو يرقي لها اياها. قال له لرفيقه بق البحر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه المسبحه الجميله دي؟ اتفضل. ما شاء الله. دي من ايه معموله؟ دي من الخشب. خشب؟ خشب معين يعني؟ لا ده يعني خشب وخشب بنسبح به ربنا ونستغفر. لا اله الا الله. لعل الله يدينا حسن الخاتمه. افشى السر بتاعي، كلمت مع حد كلام وما حفظش السر بتاعي افشاه. يعني ما حفظ السر؟ صرح بيه. ايوه. اوف ده قليل الاصل يعني. ايوه قليل الاصل طبعا. قليل الاصل. بق البحصه. شو اصلا فصله؟ بق البحصه. بق البحصه. هي تعبير نستعمله احيانا. لا مش يعني ضروري بالمصري. لا ما عشان مصر ما اعرفش اللغه العربيه. ما تعرف حللها فكر فيها شويه. انا ايمان فكر فيها شويه. كنت واثقه في انه هيحفظ السر وما كتمش السر. وانت ليه خبرتي هذا الموضوع؟ كنت واثقه فيه. كنت واثقه يا ساتر. بعد كده خلاص لقيت الكلام دار حواليه، عرفت ان هو طبعا كده. ما بقى توثقي بحدا. ايه ابدا ابدا ما بنوثق بحدا ابدا ان شاء الله.